أول شيء أنا رح أشكر الإكيب يلي إجا لعنا وحكي عن الطريق إلى السعادة. كان بالنسبة لإلنا هذا شيء جديد، ونحن بهالبلد عايزين هالشغلة، لأن نحن ببلد عشنا الحرب، والتلاميذ بعد الحرب أو يلي خلقوا وقت الحرب ما عندهم فكرة وين السعادة، وين فيهم لاقوا السعادة. فبهالسيسيونات اللي عملنا بالمدرسة نحن حبينا انه بدنا نعطي الطريق المضبوط للسعادة بدون العنف كيف بتصير. اجى الاكيب لعنا وحكي عن الإدوكيتور جايد، وهيدا البرنامج كمان انا حسب رأيي مفروض يمكن ندخلها بالبرنامج المدرسي. هلا نحن اكيد اخذناها كوقتي، برنامج وقتي، لان ما عندنا وقت مخصص لهالموضوع بالذات، لان عندنا البروجرام فول ما عندنا مجال. بس انا برايي انه اذا بالمستقبل فينا نلاقي حتى بالبرنامج الرسمي شيء محل ندخل مواضيع مثل الموضوع اللي اخذنا الطريق الى السعاده، راح يصير كثير مفيد للتلميذ. بهالطريق فينا نحضر نحن جيل المستقبل، نتفاهم مع بعض اكثر، ان كان بالسياسه، ان كان بالمجتمع يعني نحن عايشين فيه، وبصير عندنا مجتمع احسن متحضر اكثر مما نحن فيه اليوم.